نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو ابي والذي توفي اثر عمليه اغتيال غادره وعلى صفحته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي اكد الرئيس السيسي انه تلقى ببالغ الحزن والاسى نبا وفاه شينزو ابي موضحا انه كان صديقا مخلصا لمصر ومحبا وداعما لها في كل الاوقات والظروف واضاف الرئيس السيسي ان العلاقات الثنائيه بين مصر واليابان شهدت في عهده تطورا غير مسبوق على جميع الاصعده موجها التعزيه للشعب الياباني لفقدانه مثل هذا القائد العظيم هذا واكد الرئيس السيسي ان مصر لن تنسى ما قدمه شينزو ابي من جهود مخلصه لتعزيز التعاون وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي